خير. مساء النور. حضرتك الدكتورة ليلى صاحبة الصيدلية؟ أيوه أنا. إيه اللي حصل؟ امبارح أنا كنت في الصيدلية لقيت ولدين داخلين عليا ومعاهم روشتة مكتوب فيها ترامادول. قلت لهم ده ناقص في السوق. وهو ناقص فعلاً؟ هو لسه نازل جدول من قريب، بس أنا مقدرش أدي ترامادول لأي حد. هما دخلوا بدأوا يزعقوا جامد جدا ومصرين إن هما ياخدوه. أنا شكيت فيهم أكتر لغاية ما ناس كتيرة لقيتهم اتلموا خافوا ومشوا. وبعدين؟ وبعدين جيت من ساعتين عشان أستلم من الناس اللي كانوا موجودين هنا. بعد شوية لقيت نفس الولد، واحد منهم يعني، دخل عليا ومعاه ثلاثة ولاد تانيين، قفلوا الصيدلية عليا وبدأوا يكسروا ويقلبوا الدنيا زي ما حياتك شايف كده. يا نهار اسود، كل ده عشان ترامادول؟ فكها شوية يا شلبي، عندنا ضيف جديد اسمه البرشام، لازم نحتفل بيه، لازم تلاقي لك حل وتغرق الترابيزات بالبرشام. الناس بقت بتفيص بدري بدري، وبعد ما كنا بنشطب الساعة 4 العصر بقينا بنشطب الساعة 10 الصبح. الناس تقول علينا ايه؟ ايام الزمن الجميل يا برنس. اسمعوني يا جماعة، احنا في مهمة وطنية، اذا كانت في ناس بتحافظ على ارواح الناس برا فاحنا مهمتنا هنا نحافظ على عقول الزباين مصحصحة 24 ساعة. الشاب من دول لما بياخد البرشام بيفضل مصحصح، يقدر ينتج، لما بينتج الاقتصاد بينتعش واحنا بننتعش، ساعتها ما بنحتاجش لأي قرض من أي دولة برة. شلبي أؤمرني. كيت لي البنات دول واخصم لي نص يوم من البت دي. ليه بس يا وص؟ عشان ما بتراعيش ضميرك ولا بتخلصي في شغلك. إزاي يجي لك قلب تنام على مخدتك وانت مقصرة في عملك؟ ما سألتيش نفسك سؤال واحد، إبراهيم سعيد لعيب الكورة على قلبه إيه؟ قد كده هو. ثلاث بطولات افريقيا 2006 2008 2010 انجاز عمره ما هيتكرر، غير 12 نادي رايح جاي عليهم من الاهلي لغايه الاتحاد وسفريه تركيا، وفي الاخر بيهرب ملابس مغشوشه. يا ماما اللي قبلك شربته في ساعه واحده ثلاث ازايز، انت سهرانه معاه ثلاث ساعات وفي الاخر بتفتحي له ازازه واحده. انا لو سهران معاه كنت شربته كاس افريقيا. حبوا الصاله شويه، ادوها عرق تديكوا فلوس، ادوها برشام تديكوا احلام، ده مش مال حرام. حاضر يا ابو. ما ترديش شلبي. اؤمرني. باب الاخلاص في العمل صفحه 4، هيتراجع كويس. اوامرك يا بص. عاجبكوا كده؟ كله يبص هنا عندي، كله يجمع هنا. انت يا ماما اللي هناك تعالي لي هنا، بصي عندي هنا. انا الشغل ده ما يعجبنيش خالص، انا عايز اشوف الجديد، عايز اشوف روح الجماعه، مش كل واحده تحلق على شغل اختها. انا عايز اشوف البنت والمحل ايد واحده. البنت والمحل ايه؟ ايد واحده. هموت واعرف بتعملي ايه بالنسخ دي كلها. ببيعها تشتري. الحب بين الرغبه والصمت. انا ممكن اخد الجزء بتاع الرغبه، اما الجزء بتاع الصمت ده فخليهولك. انت تافهه وانت هبله. طب يلا بقى عشان نلحق المحاضره. انت مثبتاني من الصبح عشان في الاخر تقولي نحتاج محاضره، شويه شويه تقولي يلا نذاكر. طب انت عاوزه ايه يا بنتي؟ فكك من جو المعهد والمحاضرات ده، كل ده برشامتين وهننجح في الاخر ونعدي. ما تيجي بقى نستبح ونعمل الصح. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ اي هجايس من غير تركيز. منى اطلعي من نافوخي، انا ماليش في شغل الهجايس بتاعك ده. يلا بقى سلام. ده ايه جو الفصلان ده على الصبح؟ خبر مهم قوي يا ست لطفي. خبر ايه يا واد يا رزق؟ خميس والمعلم نوح اتصالحوا. ايه؟ كبار السوق اتلموا وقرروا انهم يوقفوا الحرب اللي بينهم عشان الشغل يمشي. كبار السوق اتلموا عشان يتصالحوا؟ انت متاكد يا ابني من الكلام ده؟ شفت بعيني اللي هياكله الدوق، كانت قاعده كبيره فعزة اي كلام كده، وكانت مليانه رجاله وحرس ياما. وبراءة. ماله المعلم براءة؟ كان معاهم يعني؟ ايوه كان معاهم. تقوليني بحاجة تانية يا ست مطرة؟ ها؟ خد يا واد دول وامشي انت. خيرك مغرقنا يا ست مطرة، بعد إذنك. ماشي يا نوح، ماشي. على
علشان كده ملكش اختيار، لازم تمشي ورا اللي قاله العمروطي. دي السكة اللي حنكمل بيها عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده يا اما؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك، خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الاخر بقى، ما احناش حمل خساره تانيه، القرشين اللي لميناهم يدوبك على مصلحه الصعيد. ولا انت استحليت النومه للمغربيه ورميتنا هنا وبرطعه النوح في عزنا؟ العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. ياما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شويه يا خميس، لغايه ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر ياما؟ انا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحه. الا احور شوق. لقيت نفسي عرقانة، دخان الشيشة خنقني قوي، قلت اطلع اتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حد سألك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل، ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده، جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحة، الخال اسد. حلوة السلسلة دي. بتهيالك انها حلوة؟ لا، انها سلسلة. والنبي لو تعرف ايه اللي فيه هصعب عليك. هات ايدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانة، وعضني بيوجعني من ركنة. عايزة نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخيال يا مرات الخيال، وبلاش الواقفة هنا كده، أحسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوة، يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومة كده ليه؟ مصيبة لك تكوني عرقانة انت الأخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخدة بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه، ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص انا بكلمك. ماشي، قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد، تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. هل انا؟ ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجاله. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب. انت اللي معلمة يا معلمة، قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. انت عارفني يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب.
لو عيلت ابو سنه دخلت في الحوار ده لكم ما ارقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس اكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وابو سنه هيلعبوا في نفوخه جامد. اه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمري بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عيني. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله، يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. ايه شو يعني؟ كان لازم ابعتلك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزة؟ اهدى، ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجأة كده افتكرتي انك متجوزة؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبدة؟ كنت ضالة وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله، وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت، جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى. انا كان قصدي توصيه لافندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجلك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلط لطه ما يجيلهاش دوا. ولا انا ايه اللي باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شو؟ انت خدها على فين يا خزان؟ انا باب وديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبة ايه يا خميس؟ ده دي حتة لبش، ده ممكن الحكومة تكبس علينا في أي لحظة. حكومة تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. شو دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بأمر المعلمة ضاوية. وانا لما سألت الحاجة ضاوية قالت لي ان هي كانت جوازة مصلحة وقضيت،
انما الخال شبط فيها ضربه قطمت وسط النوح. سلام عليكم يا رجاله، زي ما انتم زي ما انتم. اقعد رجع. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعه النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت بميت رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل. بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من معلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته. والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. أسبابة ميدلة سلامة فندينا. عورت مكانك. أعرفك على أحلى الطيور. أسبابة مكانك يا فندينا. وقف وش هنا هو هنا هو الزبابة الملعونة وقفت فين على الزجاجة فنشستوها إزاي؟ فنشستوها. ايوه فطاره. ايوه تمتم مرحله. بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. يلا على السلام. السلام عليكم. ذكر زي ما انت يا رجاله. زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. قمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. أزبابة. أيوة فندين. بس على الرجالة ورص لنا حجرين. أنت لسه زي ما أنت يا واد متوفي. بس على الرجالة ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجالة. سهرة عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. أنت عارف الحتة اللي طلعتها دي فيها قد إيه؟ ده إحنا مصدقنا طلعناك. صدقني إيه؟ وأنت فاكر ده حشيش؟ أمال إيه؟ ده عجوة. سألفين يا فندين. مساء العجوة. شكرا يا ذبابة. بس البنت شو دي طلعت حكاية. طلعت بنت مطفلحة. مطفلحة؟ مطفلحة. مطفلحة يعني معقدة. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها. خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعتنا. أعمل إيه في البلوة اللي جابتها لي البت إياها؟ سعاد أنا في مشكلة بجد يا خميس. أنا مش عارف أعمل إيه. قال إيه هبقى أب لعيل في الحرام؟ ده أنا ما ينفعش أبقى أب في الحلال. طب وأنت عيبك إيه إنك تبقى أب في الحلال؟ بأمرت إيه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل إيه؟ مالكش فيه بقى، هو أكله بحلاه. أنا بس اللي مستغربه إزاي أمي آمنت لواحدة زي دي في بيتها؟ من إمتى ضاوية بتربي حية في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 ده لون وده لون. دول حاجات كده للقعدة والسهرة نضيفة. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجة كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا. قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 يا جنبه يا جنبه، ارفع ايدك فوق. يلا وشك في الحيط. يلا ارفع ايدك فوق. يلا Thank you.
عمال تفرق كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. مشاير. مشاير. معقولة لحقت تنامي؟ عايز إيه يا إسر؟ بذمتك يا بشار أنت جايلك نوم؟ حتى لو مش جايلي نوم، لازم أتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش نديه إلا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقول لك يا بشاير، هتسيبي بقى من كل الكلام ده و تفتكري حاجة واحدة بس، إنك وحشتيني أوي 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 أوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكرة. وبعدين إيه الحاجات اللي أنت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش باردة أوي للدرجة دي يعني. ما أنت لو إيدك في المية ليل نهار وجدتك هلكانة في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهات ورا عيل وست عجوزة أعيل منه، كنت بردت أكتر من كده. بس تعرف يا بشاير، مع إن كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، إلا إن في حاجة واحدة بس بتطرع على القلب كده وتعدل الدماغ وتظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا إسر، انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيمت وافوق اللي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا عاوز حاجه ولا طالب حاجه؟ تكميله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت على هدومي في البرد ده. لا مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان. انت يا حمار، دي تالت مرة بكلمك ما بتردش ليه؟ يعني ايه مش لاقيه؟ تهب وتغطس وتشوفوني فين؟ قول لأبوك عايزك ضروري. تعالي ورايا، خش. كنت واقفة يا بنت قدام أوضة المعلم، اتصنتي يا بنت على إيه؟ ما كله عشان خاطرك يا ست مطر. عشان خاطر أنا؟ ليه؟ أصل أنا كنت طالعة أنضف، فطست في ودني كلام المعلم فوقفت أسمع بيقول إيه. وسمعتي إيه يا بنت؟ كان بيسأل على السبراء وبيلح عليه قوي وبيقول إن عايزه من تحت قطيع الأرض، فوقفت اسمع هو عايزه في ايه. وانت مالك انت عايزه في ايه بيت؟ عايزه في شغل. شغل؟ قولي بنت طيبه قوي يا ست مطر، شغل ايه ده اللي هيخلي المعلم يلح عليه وعايزه من تحت قطيع الارض؟ ما تفتكري يعني يكون عايزه في ايه؟ لا يكون عاوز يجوزه عليكي ولا حاجه، ولا شايف له شوفه تانية لا سمح الله. وانت يا بنت سمعتي حاجه؟ ما انا ما لحقتش، ما انت جيتي خضتيني وطبتي عليا زي القضا المستعجل، طيرت الكلمتين اللي كنت هسمعها. بقى ايه الحكاية كده؟ ماشي يا معلمي ماشي. الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه؟ يا عم اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البيت ساكنة هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي، البيت فين؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ المفروض يبقى شمال في شمال، ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده. ايوه البيت. ماشي يلا يا زوز، سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه يا عم. هقول لك فاهم على ايه، اخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضه، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا. خبط يا زوز، توكلنا على الله. تخشريش ما تخشريش، تعالى خش.
أنا خلصان. السلام عليكم. سي بدران؟ مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي ياما. سي بدران؟ قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجة؟ يلا مطلع. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصلي تعبان شويه، قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي، ما تصلوا عليه. عليه الصلاه والسلام. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي. اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانه. عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غارس في ميت امانه. جرايه متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس معلم خميس. انا عارف انك مستعجل، وعارف انك مبسوط، وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بيضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق. وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص. مش دي؟ دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. هدي يقول كده برضو على حماه. حماه مين؟ نيره الفاتحه؟ وهذه المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليا. ها يا زوز. بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. الليل تعيد. ليه تعيد يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه يا خليل؟ الف الف مبروك حبيبي. الف مبروك. الف مبروك يا بدران يا حبيبي. الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه، مزيكا، ولا ابله؟ ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها. خليها تطلع الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرا يا حاج متولي. شكرا شكرا. بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البنت دي. البنت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطني هيتصرفوا. علم ما ينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف. بجاش المري هيتصرف؟ لا كده البت ممكن تروح فيها. اعوذ بالله. اعوذ بالله يا عم انت. انت شايفنا ايه؟ التانيين قتله ولا قبضين ارواح؟ يا ابني احنا مجرد اسباب. لا حيله لنا في رزق ولا شفاعه في موت. الله، البني ادم كده. البني ادم كده. ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد ايه؟ يليس. يليس بالاخر. عشان الحوار ده صدعني ولوكلو كتير. الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام عليك. ايه؟ قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكله بحلقه. انت دافع حاجه من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟
انت بتلاقي الفلوس في الشارع. 2000 حلوة قوي عليهم، وناخد الباقي. انت نيت النتانة يا لأ، نيت النية نتانة 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 نتانة. بالنسبة لاثنين الصدى اللي معاك ورا دول نتانة نتانة. معلم براءة كفاية، انت شربت كتير قوي النهارده. وانت مال اهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا ايه؟ يالا انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. وانا كنت قلت نكتة بروح امك عشان تضحك. عنده عشان نبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. ورد. هات لي ازازة بدل اللي خلصت دي. إزازة واحدة أربعة يا برنس. شوف يا شفاعة، أنا مركز أوي 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 أوي. أنا لو شربت المحيط بسكرش، وأنت دريان بالكلام ده كويس. النهاردة يا رجالة مزاجي عالي أوي، مش عايز حد يفصلني. براحتك يا ابو. أيوة براحتي. أمال براحتك أنت؟ وده خرفوش. ورد يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحف اللي انت مأجره وانتش لنا ابو الكباتن ده صورتين، عشان فضيحته تبقى بجلاجل، بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم. عم. هات اللي خلفوك. نخلي فضيحتك على كتيوبنا. الغالي معلم خميس. حاسب يا عم، حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا افندينا، يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه اجمغي. ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه حقيقي بس. حياك الله. الحقي يا ابله رمانه الحقي. ايه في ايه يا بت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي، وشكلها هتبقى ليله تاني. الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينقط في نفسه. خميس استحلى اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه والخمره هو.